السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم جيت نشارك معكم واحد لا غوسيت تاع لي شوكات. عندي هنا نص شطرو ديال الماء درتو في الكاسرونه، وعندي زيد عليه 250 غرام ديال الزبده، وعن نخليه يذوب كلشي هاد الزبده مع الماء تتبدا تطبخ مزيان. من الزبده والماء يتبخوا مزيان، عنحيدوهم وباش نزيدو عليهم هذاك المقادير ديال 300 غرام دو فارين. وهذيك الفارينه رانا دايره فيها معلقه صغيره ديال خماره الحلوه. نتوما خذوا الزبده اللي عندكم، انا عندي هاد الزبده مارغارين خديت هذه، ولكن نتوما خذوا الزبده اللي عندكم في الدار. غنخلي هذا الماء يطبخ مزيان، ومن عاد يطبخ ان شاء الله غنحيدو من العافيه، وغنبقى نزيد عليه هذيك 300 غرام ديال الفرينه و 5 البيضات والسكر ومعلقه صغيره ديال الملح وفانيا، هذيك غنزيدها للتالي. المهم البنات، دابا نخليو هادشي كلشي يطبخ، ومن تا يطبخ راه تحيدو من العافيه، ما تقعد ما كي تيطبخ هذاك الماء وهذاك الزبده تذوب تحيدها من العافيه، ما تتخليهاش فيه. دابا البنات شتو هذاك الماء والزبده بداو تيطبخوا، غنطفي عليهم العافيه وغنحيدهم من العافيه، خليهم يطبخوا مزيان. ايوا دابا نحيدهم من هذيك العافيه وغنزيد عليهم. تما البنات نسيت ما قلت لكمش، راه درت طحين ودرت معلقه صغيره ديال الخماره، اي درت طحين ودرت معلقه صغيره ديال الخماره، ودابا غنبقاو العافيه طفات غنبقاو نخلطوا هذاك الطحين مع داك الماء الطايب والزبده، تنلحقوا لواحد لاباط اوموجين، نبقاو نخلطو مزيان، هي تتبغى تخلط مزيان. كما شفتوا انا عندي هاد لاسباتول تاع السيليكون ما تتخلطش مزيان، هي زوين هاد السيليكون ولكن ما تيتقبضش مزيان في اليد. نبقاو نخلطو مزيان حتى هاد لاباط تتحسوا بها ولات ولات بحال الزبده، يعني ما تتكولاش ولكن تتولي اوموجين. هاد لي شوا البنات راه زوين تي. شتو الكسيده دوميستيك، قلت لكم هاد السيليكون راه ماشي شي حاجه. هادي بصراحه هاد الفوي شريتو من ليدل، ولكن مع لاباط ثقيله ما كان بزاف عليه، ضروري خاصو الحديد ولا التراب، واحسن هاد الشوكات ما زوينش مع التراب، زوين تخلطوهم وخا بالفرشوطه تخلطوهم. بقاو نتوما غنتخلطو وباش من تخلطو مزيان غنزيدو عليهم البيض. البنات هاد الشوكات راه مهم تزيدو بيضه وتحركوا مزيان حتى هذيك البيضه تدخل كاع في هذاك فهاد سميت عليه فهاد لاباط اشو. انتما تتحركوا وانتما تزيدوا البيضه، خاصك تحركي وتزيدي بيضه ببيضه حتى تلحقي 5 البيضات، ومن بعد ما نديروا هذوك 5 البيضات عيبقى عندي السكر، 3 المعاشق تاع السكر ومعلقه صغيره ديال الملح. هاد المعلقه صغيره ديال الملح والسكر نزيدوها حتى للتالي من ما تنخلط هاد البيضات كلهم. علاش نزيدها حتى للتالي؟ باش ترد هادوك لي شوك
عندهم واحد لابغيون تردهم كروستيه وتيجي هذاك لو كوتي سكري وسالي تيجي زوين تعطي واحد لو سوبر وتشوف مع السكر تعطيهم واحد لا دوغور زوينه. دابا البنات ساعه تبقاو تخلطوا ديروا سبور ليديكم وهاد الشوكات راه تيحمقوا عليهم الدراري الصغار تيجيو لذيذين تيجيو يا سلام تيجيو زوينين. هاد لي شوكات البنات راه كاين اللي تيدير ما تيديرش فيهم هاد السكر في التالي غتشوفوا عندنا لكم واحد السكر بوغ لي شو هذاك السكر الغليظ. هاد لي شوكات راه كاين تيديرهم التمالحين كاين اللي تيدير هاد لي شوكات وتيقسمهم على جوج وتيحمرهم بلي سالي بالساموغي طون تديري دي بوتي فور سالي. هاد لي شوكات راه فريمون تيجي في كلشي. دابا لاباط ديالي هاهي غادا تتولي ليكيد قاتلي الا هاد البيضه هادي نزيدها هو راه تيبغي الخدمه في اليدين حيت الا درتي البيض كله غيطيب لك. اللهم ديري بيضه من مور بيضه وهذوك البيض كله تيتخشى في هذيك لاباط ولاباط هي غادا ولاباط تتصفر وتتولي ليس تولي رطبه. دابا كما شفتوها سالي التخلاط سميت عليه غنزيد غنزيد كما قلت لكم السكر وهذاك الساشيه تاع فاني فاني تبقى فاكولتاتيف ماشي اوبليغاتوار. زدت السكر وزدت هذاك الساشيه تاع فاني وهذاك 3 معالق تاع السكر راه دايره فيهم معلقه صغيره ديال الملح باش قلت لكم تعطي هذاك لو كوتي سكري سالي. هاد الفكره راه زوينه ما ديروش السكر توتفيت ديروه حتى لافون او ميم طون تتعطي قلت لكم واحد لا دوغور مع البيض مع السكر تعطي واحد لابغيون زوينه. دابا كما شفتوا البنات ها لاباط ديالي تخلطات مزيان ودابا ان شاء الله عندوز نديرها في لي بلا دو كويسون. ودابا البنات درت هاد المقادير درت هاد لي شوكات في لا بلاط دو كويسون درتهم تحتهم هذاك الكاغيط باش ما يلصقوش وهي ما خصهاش دير الشابو اللي درت له الشابو يقدر ياخذ معلقه هكا يديرها في الماء ويمعص على داك الشابو يمعص ولا يبعص ولا ما عرفتش شنو تيقولوا ليه. المهم ماشي مشكل دابا ندير هادشي هكايا باش ما يجيش داير طربوش ومن بعد هاد الطربوش حنخشهم في الفران ونخليهم يطيبوا على خاطرهم بدرجه 180 درجه. البنات راه تياخذوا الوقت راه تمشي حتى 25 دقيقه حتى 30 دقيقه حيت هما تيبغيو يطيبوا مزيان. وغنزيدو عن ندير فوقهم هذاك السكر حبيبات نتوما اللي بغيتو ديرو لا كنتي عديريهم مالحين ما ديريش فوقهم هذاك السكر لا كنتي عديريهم هكا ديسير ديري فوقهم هذاك السكر تعطيهم واحد الديكور زوين. ولا كنتو عديرو لا بياس مونطي عليه الشو ما ديريش السكر حيت عديري هذاك عدير واحد الكلاصاج من الفوق. دابا البنات عندي هذوك السكر كلشي في هذوك لي بول وغنخشو مفران. الغزالات جات النهايه تاع الفيديو تنتمنى بهاد لاغوسيت تعجبكم وما تنساوش ديروا ليا ان لايك وتابوناو معايا ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده. سي وهاد لاغوسيت لوليداتكم راه زوينه وسهله مهله نتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله.